إذن وفي كلمتي داهي نشكركم، نشكركم أنتم يا سكان ولاية قرقد، شاكركم على تواجدكم، وشاكركم على حماسكم، وشاكركم على اهتمامكم بالوحدة الوطنية، شاكركم على تضحياتكم من أجل الوحدة الوطنية، وشاكركم على تضحياتكم من أجل تقدم البلد. وإن شاء الله يوم 28 نوفمبر القادم داهين عيدوا معكم هنا تياها مدينة كيهيدي، وداهين خرصوا جميع المشاكل المطروحة بالمدينة إن شاء الله، وداهين غيروا واجهتها إن شاء الله كيف ما غيرت واجهت بعض المدن. وهذا وهذه ما هي كرية، هذا واجبنا، وإذا ما عدلناه نعودوا تخلينا عن مسؤولياتنا، وتعود حكومتكم تخلات عن مسؤولياتها. وبالتالي شاكركم وجزاكم الله خيرا على تواجدكم.